ولا قرتي دوحنا قبعة قيامات إيه وهي لي أنا أقول ما دان كلها وكيل هذا وحن لي ناشو ناشو وين ما ضحمر تاتس كده مراتي تي أنا كم ضحمر وفنتي أتبنو كان حيوان تاون كري واي مركب دولة الصومالية تقال كده هي تقال كأحمد قري جهاد بوها مسلمين ترى إدنا لبدي ولا ليبا كلا صفتي حلمان عبد الكريم شيخ عمر شيخ احمد فور كميدا من رياشا قولها قورتي دي سومالي لانا يا كهل الله حالة الدلكة يوليبا حيركا دور شوين كا يلبدا قولا مورا كا كان حبوري وحسيدو كلانا جوابك بحيه هذا الكسو يري مدحونا سومالي حسن شيخ محمود يهشيسكي يتوبي سومالي لانا يوضا قلان دوان وحنا وجري الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على المرسلين سيدنا والنبينا محمد وعلى آله وصحبه وأطباعه وأسواجه وذريته وأنصاره ومحبيه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن حقورا يور بحين كصابسا حالة ده هدلك كجرة يقودها بجيسك أفريكا ويقود بي يحول العالم با إذا وحوي حالة بيت المغد سوكري وحن كوه ريسيني يا هذا الكيغا ماذا حوينها جمهورية فدرال كيه صوماليا حسن شيخ محمود فنتي قد بضو ما لو يتجي دي أو كغهد لي أو كدري كدري دولة مقارنة جمهورية صوماليا هذا الكل حجري أو كهد لي أنا وجدت وحوها وهذا الكل كغهد لي إنه يسوق معامله يسوق إسكندر جاي وحوي سومالان أرنت سومالان يتوبي كده حيسا هذا الكتور حلو بكون في عيه لكن اللي كان سخضة يقف وقري وهذا الكيس كله حجرا قف كل ما صار وحنو قلين هذا الباب كله حجري قف البدي بركو ملع صدو ولا جي سنكرا أما ولا جي سنكرا أرنت وحوي هذا الكيس حضوظة هلا مرة عفوا علم هذا وحوي فوق هذا وحيترا هذا مركي كهذا يعني ميزان العدل بين تفريط وإفراط لماذا فوق هذا حدوده هناك طلابين هناك جابين متوسط كخير كشرة مرة وربع قف كهدو هذا الكل ترارو قف بوك جريا نكاس وحوي حق هذا كجري أنا وركي سوق وبيا هذا الكيس أنا قف البوك ليجي كرا سوق كهذا يا مراحل جيس كافريكا وقتي هرا سومري أرنتي كوسلا إسلا تاريخ سوغنا أي كوسون تان تهي عالم الإسلام ورنا تاريخ إسلامك أما الدراسات كوحوي غيبها كالدوان فكرت كاسيدا وحوي تاريخ الإسلام ليح بقوله سنة كهر هذا الكيس سواء رمي توبي سوماليا الأحمر وكان يجي لكن ما يهين أرد وحي هاد مسلمين تا يقال هذا أرين الأحمر تي ليح بقوله سنة هبكو هذا الكون اللي جابه وحي تاي نحرك هذا الكيس أنا جي توبي وحب أحنا قد حي وهرن نور الأحمر لقى صوب بلابو ليح بقوله سنة مدكو سمان إلا حل جي سياد بهرو iyo migisti ayuu ku soo afjaray jihad iyo balaayo iyo crusade ayaana dhex taagnaa waxay ku soo afjarantay migisti iyo siyaad barre hadalka noocaas waxaan u maleynayaa culimadii basiirada lahayd qalbiga faman sharaxa allahu sadrahu lilislam fa huwa ala nuri min rabbi fa waylun lilqasiyati quluubuhum an dhikrillah wa kama qala azza wa jalla tabaaraka allahu ta'ala بصيرة قلبك أيا بصيرة عندها كوي ولا ثديا قفكم مركو قفتي نيت قالوا سياد بربري ساسو كلام حسمي انت توبي سومالي يعني تقال لي سكو قادين حل قادة سومالي الله لا بس أنا كهر سب سب كيف تقال خلناه شنية تطبات كيف علماء مسلمين اللهي أيا ذا قرآن سورة النساء يورك قاضي ما حالك هكذا شيء دقال كي إلهي من عاد لي وليا فقد أدبته بالحرب نيك الله بعد ما تقف قال وحنواركا أرنكا صومالي ذا وريري وقف كي بري دين تلقى قال يا علماء ذي أولياء ذا إلهي إلا الله
نيكو هو جان مرك هادو يهينا وينو دين تسلم كأقونو يعيشا هدي أنا أقونو رحين أو جفنا وإن لقوا عطيه كلمة ده هلك هكو شرطة إن رنتي سوق بطيئة عن ورنتي أذبنو قرن حيوان ده وانكري واي مرك هذا الكيس يانو روحية جهاد يبلايو يكروسايد لح بغلوس النمر كولي نيكو مسلم كي ما أنت وحوي وتقال خلنا إحنا عاي مسلمين تا كيس كأفريقيا إنك يجت أرض الحبشية وسقوط ميت بين واحد مسلمين تقولين عبي هيت قالوا تقولين عبي هيت والدقال كي أحمد قري أحمد إبراهيم الغازالي الغازي ومجاهد كي تاريخ كسر ترى كل دقال لما يجي كلمة لا إله إلا الله لعلا كلمة لا إله إلا الله جهاد وحوها أنا قارن كريم قفكم مسلم كي ما أنت كل دقن إثيوبيا مركولية هي مسلمين 70% هو مسلمين نك إثيوبيا كأي أحمر نيكا إثيوبيان كي قومية دوحة وأوروبا نيكا إثيوبيان كي هيريكا نيكا صوماليكا مسلمكا لمان مسلمين تاو لمبا ميداي سنايد مو هين دولة إثيوبية دولة صومالية تقال كدحي تقال كأحمد قري جهاد بوها مسلمين تنا إدنا لبدي والله ليبا كلا صفتي جهاد كنوا اللي على كلمة لا إله إلا الله ما ها قومية وطنية ما لا عصبية بل لعلى كلمة لا إله إلا الله جهاد كان النبي روحه كل شيء صلى الله عليه وسلم و هلك أسر رئيس كروسك جيلة كروسك أسر رئيس وكروس أما وحوي وهلك أقوم مضن جهاد كل على كلمتي لا إله إلا الله وكي قالين نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم يسلف الصالحين صحابة الرسول الله رضوان الله عليهم أجمعين تابعين تي تابع تابعين تي يقر يدي كدبي إلا أحمد قري حلقا يسوي جهاد كتل ما يبلا يدا جهادكم بلا يما إلهي بقرانك إنه شيء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين صدق الله العظيم وحن دفاعي ونصف فريسال كان أنا كسر لحقبتي هذا لك يقف كوكري علماء هو شايس كلي أنا ميهن عالمة لكن قفكم مؤمن كاو حواجبا انه دفاع دين الاسلام من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا كلمه الجهاد قولوا لا دغالما نكاسي قولوا لا دغالما الخوارجين تا الى الشباب وحب كما جرى دغالك لا دغالما سببته مالها جهاد كبو حقوق نعي او موديا اني حق تاغيهن قولدا خوارجين صوبتها مو دورين جهاد كي احمد قري او قري او قفك مسلم كما انت دي لو ويديو عرب ولا عجب اي اوغيهن ان جهاد حقها دكي هلكا كو شهيدنا مسلمين باي هاين شهداء الا احمد قري لفتيس امامك اميركا سو كو شهيدي وانا في الجنه جهادك وحوي و الهي اكتيس عند الله وجنه الفردوس الاعلى مركز كلمة ده عن سوقها توح كلون كذري يا مجرى قفك دمبي اللي جمع قلي يوحى الله إن بعض ظننا إثم لكن قفك استو صاحب العقل يوحى لي وصومالي وقفك صومالي يقان وتبدي سهر دقيشته ولي بخاصة العلماء ده ميزانك يجا صارية إريجا إنه كتبه بكين أنا وحوي إن شاء الله أنصان دوار كيو أي واجب قا ويجهاد كبلايو كشيء جهاد كي بلاي دي كروسير كي وقاري مش إسايا هل جيس صحابة ما بلايا لو شيء كراجيات كي نبي كوكري والله قال قريش المشركين تايد يا قاردي لا جهاد كو هلك وصل رئيسه هلك صحابة كي يهدين ما انت خندق ورسولك صلى الله عليه وسلم تشهد صحابة وسلمان فارس رضي الله عنه ويري يا رسول الله وحي با مسا ارم با تلوان كيني كرا مركز رسولك ويري تلوان كيني كرتا انا وحن سو جيدين لها بودو فارزين تيدا لسمي جيري مركز ميل لو سو ويريو لفيس كوريك سن مقالة مدينة أن سمينا بوي لفيس كي والله بلعبوا الله قضي رسولكو برهن تيبو صحابة أوتري مركي قضيين لفيس وحيكو بلعبين أو إلا هاي كلمة دادو عجائبة والنبي قونا أو آدو مبسوطي وحيدا هدين نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا رسولكو قعمها كورتها الحمد لله نحن الذين بايعوا محمدا وحنا يقول كلهم بايعوا النبي محمد على الجهاد ما بقينا ابدا نفي مال بقينا اخران دين الاسلام كل على كلمه لا اله الا الله دفاع الدين النبي كه يا توحيد جهادنا ولي كتقمين وحن ليه
إلهنا الراعي سنه صحابة النبي يا طريق صحابة تابعين تتابعوا تابعين تيضك مسلمين تكدن به نحن الذين بايعوا بيقولاتين نحن الذين تابعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا من كهذا الكيس واحد شواب وقصوا ختم إياه أنا كي أمة الرئيس وما إلا وفنتي وقام بضن يساقوا ملب مدهوين كيه نحن الذين تابعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا أنا صور نقضه لما كدين تصدق قلدر وفهمي خوارجين تلا يلاطو سفاه قصوا بحين قلوا حبت الرئيس سقلوا إسخرحين سقلوا السياسة دلفتوا هذا كل احتراء إما كوابا يسقعوا لفزر رجيني يوحي موذي سوميلا ملقى على شوكتو أو فتواهي سو ساران وما فتو وحي حيابا يكون فتو وضاهم حكم بدا إنه مضل لك أيو أمني جيد خلق لك اليو سفاها فتنك رسولك أدب كتاب الفتن حديث بضم بايا القرآن علم دا كله وحوي أرماد ومطو بيامي دوتا لما كخوارجين تلا يرادو قال الله وما يردو قال كي خوارج تدك مسلمين تهي دبان لما انتو دبا قال كنا واوركي سوا عدي هاي خوارج كنا تدك مسلمين تفوكن احفوصا أو جهاد بو سرادا تدك مسلمين تاكن احقاد ساقو دين تسيق لدنو فامي لما كاسفوه دنو حكوصو بحي حل حلية دا كم دا ايا غنيمة جهاد بالا قلي غنيمة اللقيبية غنيمة دي اللقيبية نبا سلوغو كسو لحبهاي صحابة دا وكل احتري اولان ما يو صحابي وهاي مركز النبي قال انت صور فريستي بول دول خويسري يا لورنجري اعدل يا محمد اتق الله يا محمد بكون عدالة سمي محمد الهي كبق محمد نبي جيبا فتح ور هدان عدالة سمي عدالة عدالة سمي هدان الهي كبق ويا الهي كبق يا هو غي غور لغا عمر بن الخطاب يا خالد بن الوليد با وحوي سيف تقل كلا بحي او يري نو فصح يا رسول الله وحن مخو كليه نبي قال صفهودو هلكا حديث كاسان كسو ختمي نبي قال صفهودو هلكا كغري وحوري داية يينا قالوا دوران كولا تشوق الله يا لكن واحد يدي شيء يا ديتي من هذا قوم يخرجون آخر زمان يقتلون في الإسلام يقرؤون القرآن ويصلون ويصومون لا قراءتهم كقراءتكم ولا صلاتهم كصلاتكم ولا صيامهم كصيامكم يمرقون من الدين كما يمرق الري من الزهم يقتلون في الإسلام سفك الدم الحرام هم شر خلق والخلائق إلا وكسو ختمة روايات كالدواني حديث قال كالدواني حديث قال صحابة كسو ورشي فصيروا في الأرض اسم الله فقال كوي الذكر إله والله قلت الله ما يا صفات النبي وشيء قد تكمرك أي كقصان أي لا يعني ليكود حراشان تذكر مسلمين تاعي اللي بانوا مدة فساد قليا وذكر كسو ما لنا أن توحيد لك تاعا جهاد كأحمد قري حلي جي صار لك رأي مسلمين فأي قارض تقال كلك شيء ما ها سومالي كلمة هاي المسلمين أف يس كافك كنور إيطاليا سومالي يبغى كنور بيها هاي تذكرني عن اللي بحبك وها هاي هل كسب الله عندك ما دام وضفر يسوق بلاي وكشيء كي جهاد كا وقف مسلمة لكن هك توبة خيره ما دام جهاد كا أبو وكشيء كي بلايو نكاسي علم هذا هل كشوك توه حنلي أنت سومالي وحك شيء كسان أجر ما ذو حق أطل باما كوي ما كشوكا هذه جهاد نقطه أو جهاد كي حق هاي نقطه حوي لكن أبو مسلمي قال أنا قلت لك بدل مني معاملك هي تعاملك هي الشيء سيدنا ما هذا ضدك خير مني دين الإسلام خير أنا كارشينا أنا قوي أجيبه تذكر قال هذا إبلا دين تها الله كرمه دو جهاد مرخي نقطنا نحن الذين تابعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا كلمة دا أن رنتي وقلت لك قال إن نكها وحوي كطر أما أن كرديو وحنصر نقوني يا بيت المقدس بقى ما أنت الجهاد لبيك تاجي مدحوين مصبيح عبدي ونكي كهضلي عنباري إسرائيل يا يهود ما أنت تدخل مسلمين تعلي بس يا دولة ده رجال بيت كي أكون تابعسا كلها قرشتو حبين كاهي قدوم يه كلها قرشتو سقو أنتو عنباري أيوة اللي بوحول إذا ما نطيرنا نقول أبو خضر كاتب الله ما تحت يدو أقوى قال لك ما بقنو خوارجنا وطن كي يجمع قصي كرو أنت يبقى أديك فطور فنيا dadka muslimiinta ee shacabka ee Soomaaliya ku nool waxan leeyahay arimaha noocaas dadka madaxda Allahumma walli umurana akhyarana wala tuwalli umurana ashrarana qof muslimka Allah ma fudaydsado in baad dadna ism Soomaaliland ma ta dad gaar ah wax siisay ama gaar ah wax way ka habranaysa ma aha waligeen gaalna may dhaximan dushana waxa noo suran سرت عالم كله رواة توحيد كي لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كاسان عسكنا النامان تجي هذه ما طو
ملك سوء كفار يقال النكاستة قعمها اللي سولة تقيينة كاسان خطة قال الله منا لا إله إلا الله وكلمة التقوى والكيوس الرئيسي مركا انت انت حدثك لغو سوء جيديو لغا ديغو هلكان قال الله رحلين ايو والنصيب دروي ها بلوحا وي نيو البطاريخ سيديدي بها قبل نقضو أمد المسلمين تقودنا تذكر والله قلطة مدعوينها مصر ما يوم على ويتو تجي وحلايا بيت تذكر شعبك هاي مصر هذا كيم مدعوين بيح بالله سوقات مصبيح وشعب كيد وحفان سنة سوقات نكوه هي للا سوق قوود له أو ده إله يبقى قوود له ولسه هي ودن كيس فلسطين الله قولي بيا أمد المسلمين تو بيت المقدس وكوي على يمسل أقصى أيو هوس تكجر كذب أمد دي بالله يابت هتو حقبنا يو ميو فلسطين وحقق بتوان نصيب مضح المسلمين تا كوسي فوقان باي وحن ليه إلهي حقا فانسيو أنك مضح ضي ضي شعب كي يقبض تفضو بارن هاي كلمة دا وجدوبيها هي قصري ما نكون باقي أعيد ما نودر أنا بل نكون لواقي ككونفورت كا وجدوبيها مها وكي بارلمك يكون كستوا ها هذه ميو ترى ومي كلمة دا سنة وإيمان صاع إذا ما أنا وجو هرينية تجي بيت المقدس هرينية لواقا وكل لواقا وجدوبيها هي واحد نقطي بدن يا رمان هشيسك هران وقع هذه كلمة دا وما تدي وحباك فوقان مايو قولها قوت إذا كله ولا لين يا أنت تك إيمان يا هشيسك مرك اللي قليه لما كوا فرلا واي سافكر إن قف كريستاني أنا كم بيت نقول إذا خالك اللي كيني واي مسؤولية بنا صاروا قولوا قرتيا تاونا مسلمين تي توبيا كنول إذا بوصل إيشان أو نشكاشانو ولا شو هاي استابت يا عصيد بانت إن كريستاني كم أقولانه oo taas markay soo dhaadhacday golaha guurtida timaado shardi annagu interest baa duunka la islaafsada interest keenna rasmiga ah wadankan u dhaaranay golaha guurtidu waxa weey awoodaha u leeyahay waxa kamida ilaalinta diinta nabadgelyada iyo dhaqanka sida awadeed heshiiska markuu soo dhaadhaco waxaan u sheegaya dadka naceb ee waxyaabaha beenta ka faafinaya Soomaaliya dad gaala ka abrada ma dhin laakiin arrimaha qaarkood muslimiin badan bay tooyo ku nool كواسان اسكو خدنانا نا وليبا ونو خوجينا 70% ايتوبيان كان مسلم كا يعني ولا لمدا مسلم لمدا انما المؤمنون لا اخوه يعني ويالنو نبي الله نبي افكي كوغو امان قال لنا نبا دغي كرو عيدمد هلكا بيسكا ايمانينا نين غالي كوما جيري كرو تا شرط با غولا هورنا وانو غا دوا وغا هادلي ما تلا وانو غا هادليا الهي درتينا وانو هادليا بشير رجب بيني كجرا بشير وا بشير بلاد فضل بدر وا بشي ونبي كو ييري اشهر الحرب شرك يدب كدعنا والله اللي بالله خير كي أجر كنا والله اللي بالله سيدا ترتين إلى هي آيات القرآن يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد قفل إيري كما صوبحه إلا وقرئه وحي كصوبح وحن مضى مسلمين تحسسين يا قارهان صومالي قارهان ريس صومالي عرب كينا نلا شن دم بيقو بذن إياه حتى إنه أف يقدم به دم بيكك الله مرن ككل حجر وضن كجوريد صومالي نوحن هذا كي كسو ختم إياه وردم قراتي تين إن مضح مري وليبا قولها وكيل لدك خاصة لأنه ولا لها نهي قولها برلمان كان سنة أديرو ديمقراطية وحبال لك حرلو لك قاطي دي لكي هذا إنما مدح مرتو مشكلة انت دي اللي قوي أنا أقول قورتي بارنا ديمقراطية كما صوبحنا وسلكت طورشوض وألكت إيه سلكت حلو شضا سنو حكفو ضبين دون تهدو waxaan arkay qodax oo maqaali oo qoraal yar soo dhigay baalka saaxiibkii waxaan leeyahay naashro taas weey madax martaa dadka dimuqraadiyadu inay ku madax mari golaha guurtida waxaan ugu baaqayaa maanta inay u heeliyaan oo u gurmadaan golaha wakiilada oo maxay ugu heeliyaan waa yaragnimada iyo aqliga iyo waxyaabaha xilalka ina saaran darteed waa garabkeeni labaad dad baa ku furmay dadka ku furan waa in laga mooso wada hadalka labada shirkadood oo socdaan waxaan ka rajaynayaa Ilaahay inuu Ilaahay taam ka dhigo isfaan si ummada waxa weeye hawlaha aan u yaalay qaranka u yaalaan u qabanay qaranka aan u dhaaranay hadalkayga ugu dambeeya waxaan ku soo xatimayaa gudoomiye Sareeban iyo shirkadoonka golaha guurtida waxaan ugu baaqayaa marxaladaha jira ee wadankeena iyo guud ahaanba ahwaal xawl caalamka jira maanta waxaan ku baaqayaa todobaadii xubnood ee gudiga culimada ee dastuurku damaanad qaaday weliba si gaar qodobkaas inoo saaray todobaadii xubnood lixda gobol ee dalka waa in laga soo xiro sharciyada islaamka aan qaadano oo ku dhaqanno waxaan weyna wareeriyeen maanta wax way wadwadna sababtoo ah dadba inoo soo galay
خوارجنا أن كفوا جنانه وكو مودي دفاعنا بدي سوماليات بيني وأكيد سكو قرحيني يا شيطان كها قال ندي وحوي ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم سيدا تراتيت تضمن قابا أجرا وبشدين كم يدور الله ينصر نحن مريكرو هذا الكيق وحن كسو ختمية شريعة الإسلام كا وإن كل قن قضى بدي سور كي نقول شراء وح كسو دين تكوري مريا وإن وحوي كو خلنا بغضون دين وح كسو دين تايو كشين وإن قاضن وارد الكو حب هاي شريعة دجين وبلالية شريعة إلهي الرسول كسي نودجي قوانين الوضع بالله لو حيابان يكون رقمنا وأه المسلمون على شروطه تيهطينا لا نافتي وحضوط دي محاك رأينا لك شيء هل كيوس الرئيسة شعية دي تيسو أدون كبر بريسة ما أنتها الديمقراطية على أذر عدالة إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينها عن الفحشاء والمكر وحانو قبا قيا ماذا حدث ذلك وقوه الرئيو ماذا حوينو يقدوميها يقوه التطبضة حد نوضي علبة اللي حد قبرها لقى صحلو أدير شرعي جاي إنه هالنقطة سيدا قدر كديسور كقرن شرع هذا إسلام كإنا كل دقنو